شهر 9/22 اول بقى فلوس بجد تمسكها عملت بيها ايه؟ اول فلوس بجد امسكها كان معايا عدسه كانت اقدم من دي. رحت جبت عدسه ثانيه اللي هي اللي معايا دي دلوقتي حديثه ورحت اشتريت فلاش. انا اشتريت العدسه دي تمام. بعد العدسه كان في فلوس انا محتاجها شخصيا فصرفتها تمام. فاضطريت ان انا اخش جمعيه تاني تمام. فانا عايز ازود من الايديتور بتاعي. في صحابي كتير قعدوا يقولوا لي روح ادفع فلوس لايديتور او روح ادي الصور بتاعتك لايديتور وتحاسبه انت وهو يعمل لك الايديت هيسهلها عليه تمام. لا عايز اتعلم. انا بايدي انا هعمل كل حاجه مع ان هي احسن فعلا بس انا لا انا عايز اعمل كل حاجه ابقى انا اللي مميز في كل الكلام ده. زي ما ابتديت من الصفر هوصل لحد الاخر تمام. فابتديت ان انا كنت بعمل ايديت على التليفون على برنامج لايت روم. فجيت ان انا بقى انا عايز انمي الايديت بتاعي مش هينفع افضل اعمل على الموبايل لان الايديت الموبايل غير الايديت الكمبيوتر. فجيت دخلت جمعيه خدت الفلوس قسمتها نصين نص للكاميرا ونص لله. انا مش عايز حاجه شخصيه انا كده كده صراحه. فرحت جبت فلاش كان احدث من الفلاش اللي معايا وجددت العدسه تاني كانت عدسه قديمه برضك اللي معايا كانت مش حلوه قوي فجددتها بدي بقى اللي هي احدث حاجه كويس. رحت جبت اللاب وجددت المعدات فارتحت. عارفه اللي هو انت ارتحتي طمنت اللي هو انت خلاص طلعت سلمه تمام من السلالم. من هنا ابتديت برضك ان انا عايز انزل شغل. وقفت الفتره دي فانا وقفت شويه لان نزلت برضك كام سبونسر من فترة بقى شهر 10 من شهر 10 وانا واقف لحد وقتنا هذا. هي يمكن تكون حكمة ان انا عشان اطلع مع حضرتك اكيد. انت منورنا والله مستمتعة بالحوار بطريقة الله يخليك. فاللي هي انا كنت برضك كنت الفترة اللي فاتت كنت اللي هو تعبان شوية اللي هو انا ما بصورش. انا برتاح جدا لما بصور. عايز اقول لك انا ممكن اقعد اسبوع كامل او شهر كامل كل يوم اصور عندي من ان انا اريح يوم. كويس. بعشق حاجه اسمها التصوير بحب ما بتعبش برتاح. بيبقى ضغط اوردرات الكلام ده بس عادي. بص يا عبد الرحمن انا هعلمك حاجه او هقول لك حاجه. زحمه الشغل احسن من قله الشغل. بالظبط هو ده اللي انا بحبه. بس اتسحل وطبق في الشغل يومين ثلاثه احسن ما تبقى قاعد. طيب انت النهارده نموذج مشرف من شباب اهالينا وحكايتك تستحق ان كل الناس تعرفها. ولكن دورنا في اهالينا برضو ان احنا تبص للكاميرا كده وتقول لاهالينا في البيوت صفحتك على فيسبوك اسمها ايه، صفحتك على انستجرام اسمها ايه، يتواصلوا معاك ازاي. ويلا خلي اهالينا بقى يعرفوا ان عندنا مصور شطور ويتصلوا بيك وتصورهم. خلاص تمام. اسم صفحتك ايه بقى؟ أنا اسمي على الفيسبوك عبدو باشا دوت. بالعربي ولا بالإنجليزي؟ لا بالإنجليزي. تمام. عبدو باشا سلاش فوتوغرافي. تمام. وعلى الانستجرام عبدو سلاش باشا دوت واحد. تمام. طيب أسعارك بالنسبة للمصورين البروفيشنال هل زيهم هل أقل منهم إيه؟ لا أنا مختلف. أنا بحب اللي هو أبقى على قد الإيد. كويس. باللغه بتاعتنا انا بحب اكون على قد الايد. يعني مثلا بيبقى في ناس صرف كتير في القاعه وصرف كتير في الفستان والمكياج والكلام ده فانا بحب اللي هو انا اكون على قد ايدك. فانت هتدفع لوكيشن كذا فانا هخليك ممكن ابقى في نفس سعر اللوكيشن او اقل شويه عشان اطلع لك حاجه حلوه وبردك انا اشتغل وان انا بحب ارضي الناس. كويس. تمام. وفرت له برضه. اللي هو وفرت له. في ناس تقول لك لا الغالي ثمنه فيه. يا عم ماشي الغالي ثمنه فيه. انا لسه ما وصلتش لنقطه الغالي ثمنه فيه. حلو. انا واحد على قد الايد. بحب حتى لو وصلت لاعلى مكان هفضل بردك انا على قد الايد. يعني نقدر نقول لاهالينا دلوقتي ان هم لو تواصلوا مع عبده باشا هيعملوا السيشن باسعار اقل بكتير من اللي بيسمعوها. جدا. تمام ماشي. يا اهالينا جربوا عبد الرحمن واعملوا احلى سيشن ومش هتندموا. عبد الرحمن انت شاب فعلا حفيد بنات الاهرامات. مفيش حاجه وقفتك. حولت كل نقطه ضعف غيرك ممكن يشوفها نقطه ضعف لنقطه قوه. انت نموذج يستحق ان احنا نقدمه لاهالينا. انا فخوره بيك
وشرف ليا ان انت منورنا في اهالينا. اكتر والله. نورتنا يا عبد الرحمن. شكرا جزيلا.